فلما ما الاقيش حد خالص وبضطر ان انا مثلا ما اجيش الا بعد ما كلهم يناموا عشان ما يشوفونيش وانا جاي كده. والله. وانت داخل البيت بتحس بايه؟ مش فاهم. ما فيش، ما معكش حاجه. طفل زي ده مثلا مستنيك تدخل له الحاجه، ما معكش. تعمل ايه؟ اضطر اني اقعد في القهوه واقعد تحت من الساعتين وبالثلاثه لحد ما اعرف ان هم ناموا.